28 هدف، رئيس النادي الاهلي كابتن خطيب الذي 37 هدف، وامير القلوب محمد ابو تريكه عام القادم ان شاء الله. النادي الاهلي كل التوفيق للاهلي وصوله لهذه المرحله، وصيف النسخه الماضيه. ادي امامنا هنا وفاق سطيف يحاول ان يحقق بدايه قويه هنا في اللقاء. ادي امامنا الاستلام على طول، حاوله المرور اكرم جحنيت امامنا، واحد من المفاجات يمكن التعديل الوحيد عن التشكيله التي لعبت في مباراه، في طبعا المباراه للوداد في نهائي الموسم الماضي في 2017، وادار هذا الموسم مباراه مولانا والاهلي اللي كانت طبعا في ملعب مولانا واللي كانت انتهت 3-1 للاهلي. ادي امامنا هنا سليف كوليبالي ادار مباراه المولوديه ووفاق سطيف واللي كانت انتهت 2-1 لصالح وفاق. هجمات على طول، كره على الارض، اسلام محارب، تبادل كرات، هشام محمد، وادي استلام على طول، اسلام عايز يسدد، اسلام يحاول يعدي، يا ولد يا وليد خلصها حلوه، ادي حمودي يا راجل، حط يا راجل، لكن القائم، لكن القائم احمد حمودي، احمد حمودي والقائم، ومصطفى زغبه امامنا حارس اللي انضم باتحاد الحراش في 2017 في هذه الكره وفي هذه اللقطه، حارس المرمى اللي تالق في لقاء الوداد واول كره. لكن بص شوف يا ولد يا ولد يا وليد امامنا هنا، وادي الكره عدت حمودي وعلى طول الكره ترتطب، مفيش توفيق مع حمودي في اللقطه الماضيه. ادي حمودي يبحث عن اول اهدافه الافريقيه مع النادي الاهلي، سجل في مرمى. تبادل المراكز والبحث عن الكرات العاليه، ملعوبة حلوه، هي 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 الجول الاول، ولكن هناك رايه 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 وتسلل هنا من اتانجو امامنا المساعد اللي رفع في اللقطه الماضيه. ادي الكره النادي الاهلي بيلعب عليها، وادي امامنا الاعاده، ادي كره حمودي، ادي حمودي، ادي التسلل، تسلل واضح في اللقطه الماضيه على وليد ازارو، لكن هي دي الكره اللي ان شاء الله يعني صحيح هو هدف حلول الاطراف. استلام حلو من احمد حمودي، احمد حمودي عدى، حمودي شال واحده حلوه قوي المره دي بقى ملعوبه، يا ولد يا ولد يا ولد، وسع انت وليد سليمان هو اللي يسجل، قال له وسع ازارو انا اللي اسجل، وليد 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 دائما وابدا وليد سليمان هو الحل بهذه اللمسه بهذا الارتقاء الرائع. النادي الاهلي يسجل، حمودي يصنع، ووليد سليمان يسجل امامنا بارتقاء من اكثر اللاعبين في الملعب، لكن اكثرهم دهاء، اكثرهم اصرار، اكثرهم رغبه، ويسجل بعدما تالق وسجل في مرمى مولانا وسجل في مرمى الحريه امامنا هنا في هذه اللقطه الهدف الافريقي رقم 13 لوليد سليمان امامنا هنا من 2015 كاميرون وغينيا، وحكم في 2017 الجزائر وزيمبابوي وغينيا بيساو وبوركينا فاسو في امم افريقيا 2017. ادي اكرم جحنيت واحد لا شيء للاهلي، حذاري من الكرات العاليه، ولكن المره دي راسيه راسيه من عبد القادر بدران، ولكن محمد الشناوي. ادي الاهلي حاول يوزع جهده في ظل حضراتكم ضغط المباريات، على طول الكره ملعوبه حلوه قوي، احمد فتحي ازارو يحط جسمه، ادي ازارو، ولكن قوه البنيان برضو عند عبد القادر يحييها، الهدف الثاني، الهدف الثاني، هي 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 اسلام محارب، وهو محارب يقاتل على الكوره ويسدد امامنا اسلام محارب، كنت بحكي سجل في تاونشيب وسجل في مرمى الحريه، وامامنا هنا في هذه اللقطه الفرحه اهلاويه لان اسلام محارب يضعها باقتدار، واي اقتدار في هذه الكره في هذه اللقطه، ورساله للجماهير العاشقه المحبه للاهلي هنا من اسلام محارب، الجماهير في الملعب خارج الملعب في اي مكان لا الحق ان تفرح لان هنا اسلام محارب المحارب في هذه اللقطه يسجل الهدف الثاني للنادي الاهلي في مرمى امامنا هو مصطفى زغبه، كره في الشباك حاول عليها في الاولى ترتطب في القائم ثم داخل المرمى وتتخطى خط المرمى ورايه من اتانجو، وهدف ثاني هنا للنادي الاهلي، فرحه الاهلاويه فرحه كبيره 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 لان بالفعل الاهلي